بتاعتي هو اخر الخط ده بينزل فين؟ ينزلك على طريق مصر اسماعيليه او الموقف العاشر، ممكن تبدل منه للعاصمه الجديده. مش عارف لازمتها ايه دي، يعني هل بلد كانت ناقصه صرف؟ وايه اللي لازمتها ايه؟ امال انا والناس اللي زيي بنشتغل في ايه؟ على الاقل حاجه بتفيد البلد مش تقول لي تطوير الارياف. اهو ده بقى اللي لازمته ايه؟ ايه يا هندسه مستكتر علينا صرف صحي وشويه ميه نظيفه يخش بيوتنا؟ بلا كان في مستشفيات ولا مدارس ولا مراكز شباب، وانت كل اللي مضايقك حياه كريمه. وبعدك هنا عايز اقول لك معلش يا حاج قطعت كلام. انت قطعت كلام يا ولد. حياه كريمه يعني مستشفيات مدارس ناس عاشت، انما الطرق والكباري اللي بتتملي عمال على بطال دي مليارات بتضيع، وهي الدنيا عادي كانت ماشيه. ماشي ايه بس يا عم الله يبارك لك، ده الواحد كان عشان يخرج من بيته يروح مشوار كان بيخرج قبلها بثلاث ايام عشان يوصل في ميعاد، انما دلوقتي لا. لو كنت كلمتيني مثلا في اللي اتصرف على العشوائيات كنت فهمت وقلت لك ماشي، انما احنا مالنا بالعشوائيات. مالكوا ايه؟ احنا كنا سبعه عايشين في اوضه، كنا بنخاف السقف يقع علينا في اي لحظه، انت اللي ما جربتش. بيوتنا اكيد اهم من شويه محطات الكهرباء اللي بتتعمل، ولا هناكل كهرباء يعني؟ يا جماعه انتوا نشيتوا الكهرباء كانت بتقطع قد ايه زمان؟ احمدوا ربنا بقى. طب كنا نفتح مصانع تشغلنا ازاي من غير كهرباء؟ مشكله لا كهرباء ولا عشوائيات، مشكله في الحملات دي اللي بيسموها مبادرات الصحه، فلوس قد كده تتصرف على الهوا. هو ايه بس يا حاج، انا ابويا كان عنده فيروس سي، ولولا المبادرات اللي مش عاجباك دي كان زمان نروح فيها كنا كلنا رحنا معاه، مش كانت سابر شويه على التعليم؟ تابلتس مش تابلتس على ايه يعني كل ده؟ انت بتقول كده عشان انت ما عندكش ولاد، احنا لو قعدنا نستنى على كل حاجه عشان تحصل مره واحده مفيش حد هيتعامل. 104 مليون وجهه نظر كل يوم بتتغير على حسب اولوياتها، الحل اننا نفكر نسمع ونشوف الصوره كامله.